لقائنا اليوم كيجي في اطار واحد البرنامج انوار لتعزيز المشاركه السياسيه للنساء اللي كيهم الساد ديال المناطق. هذه اليوم الان في المحطه الخامسه. هذا البرنامج هذا كيستهدف التقويه ديال القدرات ديال النساء وتعزيز القياده ديالهم، النساء المنتخبات ولا اللي محتمل يكونوا قياديات على المستوى السياسي، وايضا التمكين ديال الشباب اللي كينتمي للاحزاب بالموازاه مع هذه الورشه هذه اللي هي كتناول السياسه الترابيه ومقاربه النوع والقياده التشاركيه. كاين ايضا تكوين اللي كيهم الشباب على القياده التشاركيه ايضا ومقاربه النوع، واللي كيستفد منه الشباب اللي كينتمي للاحزاب بالجهه. زارة تمسنا عضوة منظمة الشباب الاتحادي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، عضوة في حركة الطفولة الشعبية هي جمعية وطنية ورئيسة ديال جمعية الابتسامة صدقة. جاية نحضر الدورة التكوينية اللي دايرة في دارة رابطة حقوق النساء. الرابطة قدمت لنا الدعوة وحنا لبيناها باش نستافدوا من الدورة التكوينية اللي دايرين لنا، وما دورة تكوينية في المستوى فايتها حضر بزاف ديال الدورات التكوينية، مي هذه لها طابع خاص لأنها تتكلم على المرأة. عندها مشروع وطني اللي بداوه من الجهات. حصرياً على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.